احنا كنعانيو مده ديال ازيد من 30 سنه من 1982. احنا اختي كنا بجانب كانت عندنا المحل، احنا كان عندنا المحلات ديالنا في الملكيه ديالنا بجانب القصر الملكي. انا داك في 1982 كانت باغا تكون واحد التوسعه في القصر الملكي اللي في الحبوس. جات عندنا السلطات بامر من المرحوم الحسن الثاني، والشيء يذكر الحسن الثاني كلف السلطات انا داك في شخص العامل ديال الفداء وفي شخص البشاويه العامله ديال البشاويه، انهم قال لهم ارضيوا الناس اللي عنده اللي عنده متر وعطيوا جوج، واللي عنده جوج عطيوا اربعه، يعني الشيء شيء يذكر. ولكن العماله انا ذاك احنا ما التزموش معنا بالتعهدات ديالنا. احنا تلبيه لنداء المغفور له الحسن الثاني وتلبيه لنداء الوطن، وحنا كنا صالحين وكنبغوا المصلحه ديال هذا الوطن. احنا ماشي مشكل، احنا رايحنا عامين ريبونا المحلات ديالنا في الثمانينات ورايحنا عامين بلا بيع بلا شراء، بلا بيع لا بشراء لا شراء. علاش؟ ارضاء لمصلحه الوطن. احنا الحمد لله احنا خدام ديال العرش العلوي، ماشي مشكل. احنا التزمنا، وحنا لا مجموعه ديال الاشخاص، يعني الجيل الاول اللي كان ديك الساعه انا ذاك راه مات، والجيل الثاني راه حتى هو مات في هذا المشروع، وحنا دابا الجيل الثالث اللي كنعاود لك انا، الجيل الثالث. في 1984 حولاتنا هنا العماله وما التزمتش معنا بالقرارات وداك الشيء وبالتوصيات ديال المرحوم ديال الحسن الثاني، ما التزمتش معنا، حيت كاين الاغلبيه ديالنا ديال الناس راه كاين اللي عنده كان عنده 50 متر و100 متر، هنا جاو عطاونا بهذا المفهوم هذا، عطاونا صنادق ديال الوقيد. ماشي مشكل، احنا ما قلنا ماشي مشكل، احنا في هذه الارض السعيده احنا خدام ديال الوطن، ماشي مشكل. ترضيه للمغفور انا ذاك صاحب الجلاله المغفور الحسن الثاني وتلبيه للوطن، ماشي مشكل. من 84 تحولنا، في 2000 بدات التعسفات، 2001 بدات التعسفات ديال السلطات، احنا انا ذاك الشيء والشيء يذكر، انا ذاك الناس ديال السكان، كاين اللي كانت عنده براكه في سوق السطح، كاين اللي كان عنده بيت، اعطاهم شقق فاخره في حي الاناره وملكوها لهم. وحنا اللي كان عندنا المحلات ديالنا في الملكيه ديالنا، حنا ما كناش كارين وما كانش عندنا كونترا، دبي ما كان عندنا والو، حنا الاغلبيه ديال التجار كان عندهم المحلات ديالهم، حيت حنا ما كناش محسومين على الحبوس، حنا كنا في البناء، حنا كنا في ديموبل، حنا كان عندنا المحلات ديالنا في الملكيه ديالنا. جينا هنايا بدات التعسفات في 2001، ماشي مشكل. حنا كنبغيو المصلحه الوطنيه ديال العليا ديال البلاد. صاحب الجلاله تفضل ودشنا المشروع الاول، يعني الشطر الاول ديال سوق قريعه ديال بيرانزران. ملي دشنا صاحب الجلاله وحنا كنا حاضرين في التدجين، جات عندنا السلطات قالت لنا بانه هذه البقعه هذه راه في اطار التهيئه ديال سوق قريعه، راه حنا غادي نبنيو الفوق وانتم غتاخذوا المحلات ديالكم. احنا ماشي مشكل، احنا في اطار تفاوضنا معاهم وجلسنا معاهم جلسات، وكانت عندنا وعود من طرف السلطات، من طرف العامل ديال عماله الفيدا، ومن طرف الساجد اللي انا ذاك اللي كان عمده ديال الدار البيضاء، ومن طرف العماله، ومن طرف جميع المصالح الاداريه. كانت عندنا تعهدات وعندنا الوثائق ديالنا والمفتشين العامه، يعني جميع التعهدات. احنا ريبونا المحلات ديالنا في 2004 ودابا 2019، حيت احنا عندنا الوثائق ديالنا وهاد الارض راه عندنا بسميتنا، راه كل واحد عنده البقعه ديالو ومخلصين داك الشيء عند النوطير. احنا داروا معنا 18 شهر باش غادي يسلمونا المحلات ديالنا، ولكن من 2004 حتى 2019 15 سنه وحنا كنعانيو. طرقنا جميع الابواب، مشينا للعمالات، مشينا للديوان المظالم، مشينا للوسيط، يعني مشينا الوزاره الداخليه. احنا جميع العمال اللي كانوا هنا من 2004 حتى 2019 جميع العمال جلسنا معاهم، يعني طرقنا جميع العمال، ولكن لا قلب لما تنادي. هالوثائق اخويا، هالتزامات ديال العامل، هالتزامات ديال هما السينياتور ديالهم، كلشي هالتزامات، هالوثائق. حنا كنطالبوا المحلات ديالنا، حنا ما يمكنش هاد الشطط ما يمكنش. حنا واش حنا مواطنين ولا ماشي مواطنين؟ حنا كنطالبوا، حنا شوف، حنا عندنا، حنا دابا مبقى لنا حتى شي باب، مبقى لنا باب هو ديال صاحب الجلاله، لان صراحه في بلادي ظلموني، يعني حنا ظلمنا، وهذا هو الشطط، حنا ظلمنا 15 سنه وحنا كنعانيو بالمسائل ديالهم، وكيخلصوا الضرائب ديالهم. كاين اللي عنده شركه، كاين لا سينيسي جميع القوانين، جات لا سوناداك هذه الشركه ديال التهيئه ديال الدوله، وجات العمل اللي خرجتنا ماشي لا سوناداك. الالتزام اللي شفتو قبيله راه سنيناه في البيرو ديال العمل، ماشي عند لا سوناداك، وعطاونا تعهد وعطاونا التزام 18 شهر باش غادي ناخذوا، وما كانش العمل ما غنخرجوش، ما يمكنش غادي نخرجوا، لا يعقل. ولكن ملي بغاو يريبوا راه العماله جات، هي اللي خرجتنا، جات بجميع ما كتكسب، السلطات ديالها، الاعوان، القياد، البوليس، جميع المسائل، وقفوا مع لا سوناداك. تدورت علينا القصدير ديال 2 متر، عاد جلسنا معاهم الارض ديك الساعه، اضطرينا باش ندير معاهم هذا الالتزام ديال 18 شهر. الان
تقريبا هذه 15 عام حتى شي حاجه ما كاينه. سته ديال العمال دوزنا اللي كاين اللي ولا فيهم سميتو وزير العدل والحريات الرميد، كان ديك الساعه غير برلماني هنا، كان معنا كان يزبيد وكيغوت على العمل. من اللي ولا وزير العدل والحريات عينك ما شافت قلب موجع، ها اللي مشات تطلع صلاة النبي ما بقاش يشوف. والناس دابا كانوا في وضعيه قانونيه ترجعوا، اش في اش من قانون، اش من دوله في هذا القانون، تاجر ترجعوا في الراش. هادو اللي كتشوفي كلهم راه والديهم ماتوا، راه خلاو لهم المشاكل. لا يعقل، لا يعقل. راه الانسان المحل ديالو تحيدوا ليه، تحيد ليه رزقه، تحيد فين غايجي 15 عام شكون كيفاش؟ ما يمكنش. وحنا دابا كنطلبوا ما بقى لينا باب، ما خلينا التاقنت كما قال الاخ، ما خلينا ديوان المظالم، ما خلينا ديوان الملكي، ما خلينا اي تماما. هذا هو المصيبه، حنا اللي جعلنا عندنا دابا كنلقاو بان شركه اخرى حجزات عليها البقعه. فين كيف ما حلونا حنا الان من الاعراب؟ فين هي الدوله؟ فين هو الالتزام؟ شنو هذا؟ لا يعقل. واضافه للتصريحات اللي داروها الاخوان باش ما نعاودوش نديروا التكرار، حنا اللي كنشتكيو منه هو ان تم الاخلاء ديالنا من هذه المحلات التجاريه، مع ان محلات كان عندنا اللي روجيست كوميرس كنا في صيغه قانونيه، الناس كانوا كيأديوا الضرائب وكيديوا لاكي سوسيال بمعنى في صيغه قانونيه، وكانت هنا بنايات. ففي 2004 بضغط من السلطات تم دخلنا للداخل ديال المكتب ديال السيد العامل انذاك، كان دادس هو اللي كان انذاك، وهنا كيبان لك محضر الاجتماع اللي درناه مع السيد العامل هذا في 28 يناير 2004. هذا محضر الاجتماع اللي السيد العامل هو وقع فيه، هنا كاين التوقيع ديالو هنايا، التوقيع ديال السيد العامل انذاك والتوقيع ديال السلطات المنتخبه، يعني جميع السلطات هنا التزموا معنا. وبناء على هذا الالتزام هذا تم الاخلاء ديالنا واعطيناهم المهله ديال 18 شهر. حنا الان في 16 سنه، بمعنى ان الا حنا ضعنا فضعنا بسبب الثقه اللي عندنا، لان ثقنا في اعلى السلطه اللي هي العامل. اذا واش الجزاء ديال الناس هو انه من بعد 16 سنه الجزاء ديالهم هو انه يتم الغدر بهم، والان الارض ولات انها في السيزي اكزيكيتوار دابا، ولات بمعنى كنتسناو ان هذا الشيء غيتباع، حنا ولينا بحال الميت ما بقينا عارفين اش غنديروا. لان علاش ضعنا؟ ضعنا بناء على الثقه في اللي وضعنا في السيد العامل، لان السيد العامل اللي وقع معنا هنايا هو اللي وقع معنا. يعني حنا دابا الان كان بقى فينا الحال ان من بعد 16 سنه، ثم ان هذا المشروع كيف قالوا الاخوان سابقا هو امتداد ان الناس كانوا عندهم محلات في جوار ديال القصر الملكي وجابوهم لنا. واش هذا هو الجزاء ديال التضحيه السابقه من اجل وثاني مره ثانيه؟ اذا هنا فمن غنتيقوا؟ لان اصعب حاجه هو الثقه اللي ما بقاتش. حنا عندنا الثقه في الاداره، هنا ما عندناش ثقه في شي حد اخر، يعني ملي خلينا المحلات. ودابا حاليا تفاجئنا بانه كاين سيزي اكزيكوتوار، يعني مرحله اخرى هذه. فاش كانوا المحلات هنايا وكانت الدنيا زوينه ما كانوش متشردين كيجيو هنا يتخشاو، والعصابات وصحاب الصوابق كاين اللي هربان من تيني يمشي بلاد من سلا الرباط كيجي يتخشى هنا في هاد البيوت هادو اللي مخشيين. والغصاب هنا على الجاد كانوا لقاو واحد الدريه صغيره مليوحه عليها، واش نقول لك انا راه كاينه شي حاجه لا رساله. واللي خارج من الحمام هنا بالليل كتلقاو لي العصابات، راه اش نقول لك حيروش لا يرسلها هنا الله.